I'm sorry, may I say something? You have to register to vote. This is the way you're going to influence the politician and the community. Everyone register to be a voter, because your mayor, your senator, in any Egyptian community, any church, any mosque, any Egyptian community, you have to urge your children, your kids, your family to go and become a registered voter. Because this is how you're going to influence them, how they're going to pay attention to you, and this is how you're going to start to lobby and bring their attention to that community that's growing here in the country. الحقيقة أنا مش عارف ليه مستعد ألخص كل شيء قيل النهاردة في كل الموضوعات المختلفة بكلمة واحدة، هي كلمة المصالح. الحقيقة الكلمة دي كلمة سحرية جدا في السياسة. العواطف اللي بتتقلب من الكراهية أو من التحفظ للقبول، والعواطف اللي بتتنقل من الحب الجارف إلى العداء المحكم، أنا بتصور أن هذا ما يحكم السياسة. وخليني أعتذر على أقول لكم على سبيل المثال، أنا لا أعتقد تماما أن أوباما ممكن يكون يطيء السيسي، ولا أعتقد تماما أنه ممكن يكون يعني مستعد أنه إيه يجعل هذه عدم الإطاقة مسألة مزمنة. إنما أحيانا يكبر شخص ما صاحب سفينة على أنها بتغرق، فيجد أن أشد الناس خلافا أو اختلافا معه هو الوحيد القادر على إدارتها، هو مضطر للتعامل معه. من القصص الغريبة جدا حين توقفت عندها أنه يوم الخميس تقريبا السابق البيت الأبيض اتصل بالدبلوماسية المصرية وبدأ يقول لهم إيه، هو الرئيس السيسي مش عايز ميعاد مع أوباما؟ طيب إذا عايز تديني ميعاد اديني، إنما هو عايز يعني إراقة عدم إراقة يعني حفاظا على ماء وجه الرئيس الأمريكي، يبقى عايز الرئيس المصري يطلب. أنا بشوف التحول، خلي بالكم إنه الرئيس أوباما استنى أسبوع تقريبا عشان يكلم السيسي في التليفون يهنيه، في حين انه عمل مكالمتين كبار بعد ساعات مع مرسي ومع منافسه احمد شفيق. اذا هنا الاعتبارات يعني الى حد ما مهم. اللي حصل ان السفاره المصريه اسقطت بيده، والدبلوماسيه المصريه يعني والذين فكروا في الموضوع بداوا يقولوا ايه؟ طب هو لو طلبنا هو ممكن يرفض، ولو طلبنا ربما يخفض المستوى الكيري، يبقى ما عندناش حاجة. فسكتوا. فيوم الجمعة لما البيت الأبيض قال إيه؟ على فكرة إحنا بنشتغل على الزيارة. يعني اتنقل من نطلب الزيارة ما طلبناش. فبدأ عشان ينقل المسألة خطوة إيجابية أكتر فقال إحنا بنشتغل على الزيارة، ثم جرى الإعلان عن الزيارة. إذا المسألة هنا هو ليه؟ لأنه قضية العراق يعني أثارت اهتمام الشعب الأمريكي إلى أن خرجت قواته إلى حد ما بما حملت من خسائر. الرئيس الأمريكي أتذكر كل اللي عايشين هنا أنه قال في الويست بوينت أنه الحرب على الإرهاب انتهت، وأنه عليه أنه يقفل الملفات. فإذا الملفات مش بس فتحت، إنما الأخطر من ذلك أنه لها رهبة أمريكان بتتبح علنا. إذا المسألة هنا يجب أن نعيد النظر في هذا الأمر. براعة المفاوض المصري وبراعة الرئيس المصري هي في حتة واحدة قادمة، وهي كيف يمكن أن يأخذ بدل ما أوباما ياخذه فقط ناحية داعش، عليه أن ياخذه على الرئيس السيسي أن ياخذه ناحية العمل الإرهابي بشكل عام. وربما ده اللي خلى ديك تشيني في الأمريكان إنتربرايز يتكلم عن أن الإخوان المسلمين هم أصل الشرور، ويتكلم على أن الحرب على الإرهاب يجب أن تعود تاني من جديد. إذا قضية المصالح هي قضية حاكمة وحاسمة، وده يمكن في اعتقادي اللي هو الجزء المهم جدا، إن احنا علينا نبحث عن المصالح عند الجانب الآخر، وكيف يمكن أن نكون شركاء في هذه المصالح بطريقة أو بأخرى.
الحقيقة يعني كلام تعمدت انه يكون دمه تقيل عشان لما يسرى تتكلم تزيل كل اثار هذه البواخر. انا مش عارفة حقيقة كانت الحقيقة يسرى صوتها امبارح كان تعبان جدا، ولكن النهارده بعد المشهد اللي انتوا عملتوه قدام الامم المتحدة انطلق الصوت من جديد. يسرى ادرينالين عالي معاكم عشان كده صوتي كده. انا هاخد حته انك انت قلت فخامة الرئيس لما كان النهارده موجود او لما قرر انه يجي على جمعيه الامم المتحده ويواجه كل العالم او يلم كل العالم معاه ان هو يكلمهم ويعرفوا هما بيتكلموا مع اي شخصيه. دي شجاعه عظيمه منه، وانه ما طلبش انه يقابل حد لانه عنده كبرياء، كبرياء المصريين، لحد لما الحد يعرف قيمه العقليه اللي واقفه قدامه. انا بالنسبه لي شجاعته ان هو قرر ان هو يجي ويتكلم على مشاكلنا. احنا بنحارب الارهاب في مصر من التسعينات، في افلامنا، في شغلنا، في الارهاب والكباب، في طيور الظلام اللي هو اتعمل في التسعينات واتحقق في 2012 وكان تقريبا الديالوج واحد. اذا احنا عارفين واحنا بنقول ان عندنا ارهاب واحنا بنواجهه ولوحدنا. ما يعني ما كناش طالبين مساعده من حد قبل كده، لكن النهارده لما الدنيا اتغيرت ولما شاف الناس بتتذبح ابتدوا يعيدوا نظر تاني ويقولوا ان في ارهاب. كناش لازم نستنى كل ده، ما كانش لازم يحصل الخلافات دي كلها، لان الشعب المصري مع الشعب الامريكي في محبه بينهم من زمان، من الافلام الامريكانيه، من الافلام اللي احنا اتربينا عليها. لكن انا اسفه صوتي تعبان معلش، لكن الحقيقه ان بعد ما كان عندنا الامريكان دريم اتحول شويه في 2011 لما they misunderstood our revolution، وفي 30 يونيو لما رفضوا ان يصدقوا العبقريه اللي حصلت قدام العالم كله اللي فيه 33 مليون شخص نزل وكان عارف هو بيعمل ايه، هو بيحب مصر، هو نزل عشان مصر، هو حس ان ربنا اداله معجزه ان المعجزه دي هتتحقق النهارده. هو رفض حد يستعمل الدين بشكل خاطئ، رفض ان حد يفرق بين المسلم والمسيحي، رفض ان حد ممكن يملي عليه شروط غير حقيقيه، رفض ان حد يضحك عليه. هنا ما كانوش عايزين يشوفوا ده، لما شافوه واعترفوا بيه النهارده فهموا هما بيواجهوا ايه. واحنا السنه اللي فاتت قلنا it will backfire في يوم من الايام and it did. Why should we wait until it does? We need to be only one hand. We need peace and we need love and we need to be really looking forward for a better future. That's what I want to say. نفسي اتكلم كتير بس ما عنديش صوت. نهال سعد، دكتور حسام عبد المقصود، حسين فهمي، يسرى، شكرا جزيلا. فاينل ريبورت مع الدكتور ماجد رياضي.